المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي نظير النداوي. أهلا بك أستاذ نظير. حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أبدأ معك أستاذ نظير من ما نشرته صحيفة العربي الجديد عن تواصل عمليات تهريب النفط إلى إيران عن طريق ميليشيا الحشد. برأيكم ما دوافع هذه الممارسات ولماذا الحكومة تتستر عنها؟ يعني هذه العمليات هي لم تتوقف يعني منذ ظهور هذه الميليشيات ولحد الآن، بل هي أحد الأسباب التي تحافظ هذه الميليشيات على كيانها هو التمويل الحاصل لها من خلال سرقة النفط وتصديره بشكل غير شرعي إلى دول الجوار. كذلك أيضا هذه الظاهرة واستمرارها لحد الآن يدلل على أن الحكومة المركزية ليس لها يعني القوة الكافية لتفرض سلطتها على هذه الميليشيات، وكأنما هذه الميليشيات هي حكومة ظل أخرى منافسة للحكومة المركزية نفسها. وبالتالي يعني هذه الميليشيات يتم استغلالها من دول الجوار بالذات إيران لتخريب الاقتصاد الوطني وجعل حالة الفوضى مستمرة إلى ما شاء الله في هذا الموضوع. في هذا السياق كان النائبين بدر الفحل وأمل البياتي اتهما جهات أمنية وفصائل بالحشد، تهموها بتهريب النفط. كيف تقرأ هذا تواطؤ القوات الحكومية في مثل هذه العمليات غير الشرعية، وما دلالات استمرار تبديد ثروة البلاد؟ يعني التواطؤ بين يعني القوات التي تحسب على الحكومة العراقية وما بين هذه الميليشيات هو ليس بمعنى الكلمة تواطؤ، لأنهما هما جزءان لأصل واحد. كما تعلمين أختي الكريمة أن هذه القوات الأمنية سواء من الجيش أو الشرطة بالأصل تم تأسيسهما يعني في بداية الاحتلال عام 2003 على أساس الميليشيات القادمة من إيران، يعني قوات بدر وغيرها من الميليشيات. فبالتالي هم مرتبطان عضويا، وتسهيل مصالح أحدهما الآخر هو مستمر طيلة فترة الاحتلال وإلى الآن. هناك تنسيق في هذا المجال، يعني هنا لا يمكن أن نقول أن الجيش العراقي الحالي أو القوات الأمنية الحالية هي لديها نفس وطني يخدم الصالح العام، إنما هي لا تختلف كثيرا عن الميليشيات يعني التي تعتمد على سرقة ثروات العراق وتصديرها إلى خارج العراق. نعم، بالحديث عن هذه الميليشيات، هناك مصادر صحفية كشفت عن صراع بين قادة في ميليشيا الحشد بشأن توزيع رواتب الميليشيا في سوريا. برأيك ما خلفية هذا الصراع وما مدى صحته؟ أنا يعني هذا بالضبط مصداق للشرح الذي قلناه، أن هذه الميليشيات هي تعتمد على السرقات في تمويل يعني هذه كياناتها. وبالتالي هذه الميليشيات الآن المتواجدة في سوريا الآن تختلف على موضوع توزيع الرواتب، وهذا يدلل على أن هذه الميليشيات هي ليست كما يدعون ميليشيات عقائدية تدافع عن مقدسات موجودة في سوريا أو تدافع عن العراق، إنما هي مجاميع إرهابية تم تجنيدها كمرتزقة. وقادة هذه الميليشيات استفادوا من حالة الفقر والفاقة الموجودة في جنوب العراق لتجنيد هذا الشباب للقتال والدخول في مغامراتهم العسكرية. وأنا أعتقد هذه المشكلة الجديدة الآن بخصوص رواتب الحشد ربما هو محاولة من العبادي للضغط على هذه الميليشيات، لأنه هو الآن في حالة تنافس معها على الانتخابات القادمة، وهو بهذه الطريقة يحاول تحجيم هذه الميليشيات، لأنه يدرك أن قطع الرواتب أو تأخرها عن هؤلاء المسلحين سوف يجعلهم يتركون مواقعهم ويرجعون إلى بيوتهم. وهي يعني أنا أرى أن هذه إحدى الوسائل الناجحة لتفتيت الميليشيات هو قطع التمويل عنها وعن أفرادها، لأن هذه المجاميع هي لم تلتقي لأجل هدف ثاني، إنما هي التقت لأجل مصالح دنيوية ورواتب يعني حالهم حال المرتزقة. نعم. نبقى في موضوع الانتخابات. كانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قالت إن استثمار ترشيح الحشد هو استثمار سلبي. كيف تقرؤون مثل هذا التصريح؟
هذا التوصيف يعني كان على لسان الزاملي اللي هو محسوب على التيار الصدري، وجميعنا نعلم أن هناك تنافس الآن ما بين التيار الصدري وما بين باقي يعني ميليشيات المنضوية تحت الحشد الشعبي، وهو بالتالي يجد أن يعني دخول الحشد إلى العملية السياسية من خلال الانتخابات وبروزة وربما عمليات التزوير ستجعل لهذه الكيانات السياسية المنبثقة من ميليشيات الحشد ستكون منافس قوي جدا للتيار الصدري أو باقي التيارات الشيعية. فنجد الآن نحن في حالة من الصراع ما بين جميع الأطراف السياسية الشيعية، ولا يعني أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي نظير النداوي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.